السلام عليكم، يا مرحبا. بس ارجع لكم مرة ثانية في اكيد فورتنايت. رديت فيه؟ لا، مو بلعب، يعني مو بلعب الكوست. وانا احنا في العادة نلعب الكوست، لكن الحين في ايفنت، ما اعرف ايش صارت الايفنت، بس بدخلها على عماها. ليفل 15، نبغى هالحلقة يعني نوصل شوي بعيد. ما اعرف الايفنت، ليفل 15 ريكومند روم ادخلها يعني. بارتي فايندر امبتي، ما عندي، لازم نلفلهم. نبغى اكس بي، والله نبغى اكس بي قد ما نقدر اكس بي، يعني حتى لو اعطي هذا اكس بي يود، ما عليه، مو مشكله. عندنا تحيدون من الصناديق اللي فتحناها، كسرناها، فول اكس بي. بس الحين هذا بلفل اكيد 16 بلفل. شو هذا؟ اوكي، ذير از ويل بي سلوت سيرفايزر فيرسس سكيلز 3 نوز انكريز يور هوم بيس باور 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 باور. مزيد الباور وينهم؟ وين الجماعة؟ ليش ما حد يدخل؟ هذا اللي مو داني. بس اللعبة يبالها شوي كمبيوتر قوي، ترى اف بي اس مالها مش سهل ابدا ابدا. شكله بندخل بروح انا وهذا الحبيب. ابديتس؟ ما في ابديتس. في عندنا 150، شكله بناخذ الوت ولا نتريا. هذا كم؟ 500. 500 وايد والله. اذا إيه يبنا بنشوف، مو مشكلة عادي. سكيل بوينتس، من ناحية سكيل بوينتس انا ابغى شو افتش هذا. طبعا اول شي لازم افتش هذا. ما اعرف evolution of construction فولت انا لوكس ذا ابيليتي كونستراكت هير ريلاتيفز. اوكي، نقدر Unlocks tools constructors evolution، يعني يعطينا اللي هم البناء وعقبه. شو استوى وضع اللعب؟ 19 ثانية. هلا اشوف اذا بالحق اقول لكم الثاني. هذا بيفتح لنا شو؟ وهذا unlocks page second page of skill tree، اللي هو نحن نبغى هذا عشان ناخذ هذا وناخذ يمكن هذا. بشوف يعني، بس بيعطينا سعة أكبر حق الحقيبة، بدل ما نشيل 2000 2000 ونورش 3000 3000، وعقب بنغير البيس مالنا. لأن استوى عنا الأمبليفايرز، والأمبليفايرز زين. ماب جديد هذا، إيفنت شكله شيء قوي. وين يبا؟ اوكي، لازم اخذ واحد. هني في عندنا سيرفايفر، اخاف اني اندم لو اخلي البوب كان احسن يعني. وينه؟ شوف هاي الشغلة اللي مو دانيها. يا حبيبي كفو. ايوه، قاموا يستوون قوة الحين. تبا لها. وين هاي؟ هاي اللي ما ادري، انا قاعد ادور تبن هايل. قاعد اضيع نص اليوم بس ادور على قطع غيار. هذا وين بدأ؟ خلنا نسير حق صديقي. خلى برايه هذا الحين. يقول اوفر هير لكن ما اشوفه. حبيب هذا وينه؟ خليه ولا بيصير عند ربيعي. مسكين بروحه بيضارب شكله، والله خليه يضارب بروحه.
ايوه تعال يا صديقي تعال. هذا صديقي هنا قاعد يبني. وشو يحمي بالضبط؟ نقطة بي. شو عندي في النقطة سي؟ سكانرز. I have to protect these scanners. ها بشكل جامد الصديق. اوكي عندي ابجريد فوق اللي عندي. اه عندي ابجريد الحين صح بطلناه. ارمس الابجريد ارمس الابجريد ثاني بس يطول اشوفه. ايه رقم 2 يا حبيبي. الصوب الثاني في شيء؟ لا الابجريد مرتب والله. الابجريد مالي حلو والله شيء فاخر. خلينا ناخذ خشب ما عندنا خشب. حصة مش غلط. ندور بعد مش غلط ابدا. وين بيو هذا ليش ما عليه حوطة؟ سؤال. أظني لازم أحط بلاتفورم. أخ أكثر حركة في التاريخ تو استوت. مرة مسوي له بجريد ليش؟ ها شو بيسوي سبون داخل شو؟ شو السالفة هني؟ أعطني لازم أودر شغلة بطل صناديق خلاص. ايش حصل بس شكله زين. نبغى سيارات شيء واحسن شيء سيارات حق الحديد لانه يعطوني سما ثانية. ابا هاشي يتكسر. اي والله يتكسر. شوف احسن سامانه من السيارات والله. بعدها ببجريد حق البكاكس اذا يستوي وايد زين. شو اخشب؟ اوكي حصا فول. ها فول المفروض كنت تسوي له سيرش والله. يلا ما عليه تابنس. هذا ولا ما بنعدل حتى ولا بيتعدل زي وين بيجون الحين. ها جلوبال يتكلمون شو حصل كرافتنج بارت زين. هالجزء اللي ما داني
تايم انتل نكس اتاك بجنس ما يستوي فل عندي، بس خشب عندي ناقص، بس خشب رايع يعني مش قضية، بس ابغى احل موضوع ال... سوي الطريقة هاي. يمكن نحل، يمكن ما تعرفون، يمكن ما ينحل، الله هو أعلم. أنا اللي قريته يمكن اللي مال الكهرباء هاي الأحسن مكان حق شو مال سيارات، ما تشوفوا منه زين وين اللي عقبه، والله ما بسوي مشاكل حاليا. بيته الدب تعال اشوف، ايوه مطلوب السمر، تباه السمر، مو بوقتك يا تلفون، مو بوقتك. هذا بيتمك، شوف شكله اليوم ما اعرف اللي متى يعني، بس نشوف. حتى هاي دمروا اللي هنا اللي كرافتنج ماتيريالز هاي بعد، وذاك صوب صديقي روح، شو طلع من الجيم شكل اللي جاي موجود، خلونا تعال تعال تعال، والله حرام اخسر فاير صوت من صوتك. شوف فعليا في هذا ما كان حرام، لكن انا ما خسرت يعني، كان المفروض اخسر عليه رصاص بس ما خسرت، استخسرت يعني في الشخص الغلط يعني. كان في حد جاي انه مساحب عليه الدب، نضيع نضيع الدب. تعال دبدوب واحد في كوست هناك، هو قاعد يخلص كوستات ولا شو قاعد يسوي الحين؟ كل مرة مش الله، بس يعني 3000 قريب ان شاء الله بينحل اكثر الموضوع، لكن ما بعتمد على وايد انه يكون عندي ريسورس وايد كثر ما يكون عندي هارفست وايد، اني انا اشيل المواد احسن وايد من اني انا افكر كم اخزن. بس كما اخزن اوكي، لاني ببني البيس مالي مثلا ما بحتاج اروح افرم وارجع افرم وارجع افرم وارجع افرم وارجع، شغله طويله يعني. يا حبيبي ايوه، وين صديق عني؟ هذا السنايبر ما وجهه فايده، في ناس وراي صح؟ اوكي حبست عمري انا في زاوية ما حبستهم، والله كان المفروض اسوي دفاعات احسن. خلنا نسير حق هاللي فوق، شكلها خسرانين.
ها شو كسر ولا شو؟ خيبة خيبة عشان الناس كان الواحد خلي يصير يدافع عنا أحسن. خيبة كيف يشلون دم الاسكانر؟ خلينا نحط لنا شيء. أظني خسرت سريع عن جلدي بالضبط. يو جاد لسه خلنا نسير على المشي جوالي اللي بالعالي. والله صراحة أنا فيلت مش الريال. أظني هو يحاول لكنه يا حبيبي ما في اكس بي حتى نلفل شوي ما في. يا واو فضيحته واو فضيحته زين اعطوني لوت اصلا. هو صراحة يبالي اربعة الجيم بس كان الحظ ردي في الجروب في الفارتي نفسه ما حصلنا ناس كفاية في الحالة. اوبن في الحالة بنرجع مش الايفنت بنرجع للمين ستوري. هني الصراحة أظني دايركت فول بارتي. وين كنت أكلمكم أنا في السكيلز؟ نحنا بنفتح هذا. هذا أوريدي بيزيد لنا 1000 كاباسيتي ستور كل شيء. لحظة دخلنا نحن صح؟ يب أولموست فول. انزين وعقب أنا كنت أبغى ال ال باك باك عندكم. وعندنا هذا الأبجريد أكس هارفستنج دمج 45%. عم بيسرع دنيتي بشكل فظيع. بس هذا ايفولوشن اوف اكس اللي هو هذا والله هو صعب الاختيار ترى على فكرة. هذا بعد وايد مهم نسوي يعني الرايفل مالي واكله اسوي له ابجريد مو بشوية يعني ابدا اكثر من واحد بس يعني شيء. شو السالفة في حد اعطاني اكس بوست؟ يا ودا اكتبيت اكس بي بوست حقه بعد تشوف هل يضرب عندي تربل فربل ولا كم. انزين وين صرنا على السكيلز؟ براي ها بيطول والله. ايش يمكن بيطول اصلا ريسيرش اوفر تايم زين. زين هذا كل ما نروح افك يروح شو في تحت مال ميديا. انا مو بسوي الحين مو بسوي حتى سبلاي دروب وايد يمكن ما اسويهم ما اظن بسويهم. وين الاخير ليش ما عندنا بعد واحد؟ دائما نقصنا هالواحد هذا اللي يعثرنا الصراحه دائما. وباور مالنا عالي ليش كم باور مالنا؟ 74 عندنا الباور مال هذا جامد الصراحة. هنا ما يسوونه ما يسمونه اللي يسمونه باور ما اعرف ليش. امور طيبة يعني. وذر الارت شو عندي ناقص انا؟ حصلت هذا اللي تاتظن كان هذا. كل ما نتجدد مصر كل ما اللوت يكون احسن. سر الضرب من ربع شوف ما
وفيهم حيلة سريعة جلدي هاي. أنا ساعده من بعيد سنايبر. الله على سنايبر منتهي. يبالي شو اسمه سنايبر أقوى. سنايبر أقوى من هذا وايد. خلني أسير لهم. بس كيف أسير لهم بسرعة من فوق؟ أكيد من فوق. على طول فايت بدينا. فايت فايت. من ربعي. أنا خسرت بالغلط ترى. كنت ابغى هذاك شو اسمه التوي مالي بالضبط. في حد قاعد يهجم ورا شو؟ خلنا نعطيهم ملي ستايل. اوف هذا الوسخ هذا اللي يسوي لهم بروتكت مش طبيعي. شو اللي طرح عليه؟ شو السالفة؟ في ابلكيشن هني ياس يخرب علي الدنيا ترى. زين ما ياب العيد فيني. خل ما ندخل من الرينج. اوف هاي انفجر يعفن بعد تسوي دمج. ها باقي 10 ثواني على الكهرباء. كفو عليهم والله عندهم اسلحة الجماعة جامدين. لا قامت الفايتات تستوي شوية أصعب من قبل ترى. مستوى التحدي قام يرتفع. أوف مو عندي هيل. وين طحت انا؟ الروم رد؟ اي روم. تعرف يا حبيبي كفو عليهم والله يا الوحوش ما فيهم حيلة.
لا لا مش طبيعي. هذا وين هذا وين وين يبغى وين يبغى تاني؟30 seconds نايس ما تم لنا شيء. هاي سيدة بدون مشين ترى which is really good يعني بس انه لازم اكون حكيم الحين كيف استعمل السكلات شوي شوي. كل ما اللعبة تصعب كل ما يبالها شو فارم اكثر. ايه اوكي ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. الحين شو باقي؟ عندي 1,000,000 اكس بي بوست. خلنا نشوف شو يسوي. افور بلايرز يفرق وايد وعندنا واحد وايد قوي. اظن هاي يسوي حق كل شيء مشت اذا ما كنت غلطان. وصلنا بس اظن اللي ب 18 وصلنا اظني ما اعرف. خلينا نسير فيه نشوف كم كم جبت. ما بنيت شيء انا ولا سويت اي شيء في بناء ولا تكسير ولا اي شيء هالجيم. ليفل كم؟ 4 بس 4 ولا 3 كان؟ خلصنا اوه كوستين خلصنا ولا شو؟ هاي شو؟ سبلاير نايس اوبن هالتير مهم وايد. ايوه سكيلز كم بوينت عندي 3؟ شوف بنبطل هذا وهذا بدوره مفروض انه انا شو انت كده المفروض افتح هني كوست ريكويرمنت لازم يكون عندي كوست معين. ايوه اوكي زين هذا يبغى له شوي اخطط زين شو افتح. هذا زين سبلاي سعرين 60 60 60 يعني كم 60 60 60 ممكن كذا شيء انا افتح الحين ينفعني. بس هذا هم بستر ديفنس 7 حسب افتح هذا. انا مستعير وايد انا على الصفحة الثانية شكلي. هذا شو يفتح لي؟ اوكي هذا شو يفتح لي؟ ترى شوف السوالف في العادة يبغالها تخطيط. انا جاي بالعيد ترى اخبركم من الحين غيب ابو العيد بنفتح السبلاي زين. وعندي 1,000,000 اكس بي بوست والله جاي بالعيد من الاخر. ها كانت حلقتنا اليوم شنو ليفل عندي 15. ليش بعدني 15؟ ليش؟ ليش بعدني 15 15؟ عندي شيء ثاني جديد. عندي بازوكا في الستورج عندي مسدس ما باهم الصراحة ما باهم. سؤال اروم اشيل من الباك باك وين صار سوري اشيل احطه في الارمري في هذا الستورج. ما يصير حتى في الستور صح؟ بس هذا وهذا انا ما بهم في الواقع. سوي لهم ديسنشانت احسن. ما في مكان في الشنطة
مشكلة ما في مكان في الشنطة. باكر سايكل. ها ما اعرف ادمرهم ولا اخليهم. بدمرهم ما برندو. انزين. لاني لو بستعمل هاي مو من فايدة اصلا. نبغى اقل شيء ممكن رير. ولا مو من فايدة الصراحة. اقل شيء هذا ممكن ينفعني. لانه هاي منهم فايدة يعني. يبغى اطور ترابز قبل لا اسوي يعني. ترابز ما له شي مطورات. بس بالنسبة للوبنز هاي بروح قصة ثانية. ابغى افتح هذا. ابجريد انسبكت. يبغى افتح الايفولوشن بس طاف. هاي حاليا ما صعب. هاي كانت الحلقة هاي. مهمة خطيرة كانت. فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.